مرتي شرف تا كسو قيب كشي حفلة دا نقروح دو بدن مدن يالي يمروين يدو عاوة هبين أحدا وبرهي مالين شغاء أندري مكرا عليس كايلي هاي ماتن كعاوة آدي آدي آد باني نكو مهد علينا وما حسنتي مع ذلك دي تد مسلمين عنا هاي أرنتا إن ماشي سوون معاوة واسيوة دي دونا سفي عمبان إن شاء الله يسول الجهجاه دونا لكن مركا هوري ما دام ضد مسلمين انا هميل هدي اللي يسوي ما هذا واجب تاعي ان اي انه كفر انه اي راه قرانك تاسوا السنه ديني اما اسلام اهم واجب انه كوحد انا سنه مركا واحد كسو دوينيا ان شاء الله الشيخ مختار وانه كفر اي راه قرانك كبعدنا حفله ديني ايان سيدا دين دونا وحنا جايين ناس قروح بانه كسوته وما سنتي كسو دو الشيخ مختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى إخواني وأحبتي في الله وقت وقت بوكو بني هاي سيد الله شاقي سيد أدرت يدمر ليرين إن شاء الله تعالى دور كالمدود مدعو الرئيس إلهي سبحانه وتعالى أين نكعب سرنا ملك استويني تشوقنو نبي عليه الصلاة والسلام وحاول يتق الله حيثما كنت روح مسلم كأه وحاول يهي وإلهي سبحانه وتعالى رأليه هنشيس وعن رأينا إننا وحال كان عاوي سؤولنا من وحاوي أمضي أننا إيه وحاوي بدبادة ديدا إيه وحكا ستور إباتة وحاوي يهن كوه إن لغاها الله وإيدتك وحاوي رأي وضع أي كد يبتان أحرارت أه تاسينا وقيب كمدا إلهي سبحانه وتعالى أفسدي سمحي لي روح مسلم كاه وحكم إذا وحيابها وأنه ليهي إنه الدريمه شعور المسؤولية وحالي راده ومضى وحاويها مسؤولية دائي حلك كسارا روح معها وحاوي بها إما اسكعوني أو اسكعبي روح كستا وينغا نغمدا وحاواتي بكواه إنه وحاويها رأي جيسا وكديبتو تلذي سو حاوي وكديبتو وحي وقبنكرا وقبتو تجاه أمته ومدي سو حاويهان وحي أنفعي وحان مركلا يهي مدينا وحاوي لباتا هذه أدوين أياهي ستا أو كوهب ستي لباتا داسنا واحد مودا دادك وضع وغوه الرئيين يهين ما أنت دادك مسؤولين تشيغان أيا أو أنواع دوضا وحاوي كالدوان لباتا أن مسؤولية دا أن ما أنت دادك إنوها يا آنهين أما كوه قلب مسؤولية دا قبانا يا آنهين أو إن أياهي ستا وحاوي مجرو دادك أمد الصوماليات داد كوالا تلواي وضد وحاوي معنا لوي ومضو لنا ويوكتهي قال يا مسلم بايغنا واسوغيهن لكن مشكلة وحاوي معها ضدكو إن يحنيهن معه مشكلة وحاويهن معمل صوبا أيا وحاوي للا يهي ما أنت أو لما رأيو 2000 وحاوي 16 ودونك واسكوها يستو سماواتك إيا عرارك وحاوي للا يوالا دغي با إنك وحاوي أنسيك العباء حينا إنتا سو قيبوت إيا إنتا سو وحاوي فكرة دوت ومسألة وحاوية لا يابلي سومالي دا وحاكا مغلي جري حادا الوحاوية أي وحاوية يهان أي أسوى قاتان تسالي نبا وحوري واليري ور محاد كوغ إذا ييدن مركزا وحوري أن الآن بان كوغا داد عنو ما كدر ستيو وحا اللو ما 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 دا سيادا روح كستا أو وحي اللوبا هنا وحانا إن لي مات عربتنا وحي إلا دانا حشفا وسوء أكيلة روح مركو لي مادو qorsho waxa weey laba arimood oo xunxun oo aan meesha wada gali karin baa tusaalaha noocaas oo kale loo soo qaata maanta waxa weey madaxdeenu waxa isku darsadeen dhufi waxa weey ku jira iyo dadnimo xumo iyo waxa weey maamul xumo ay isku darsadeen
marka waxaasina waxa weeye wax loo adkaysan kara ma aha waa wax loo baahan yahay dadku inay waxa weeye ka dhidhiyaan ummad jirteenu nahay oo adduunka waxa weeye jirta oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu abuurtay in maalinba waxa weeye afar ruux oo meel ay u socdaan iyo meel ay ka socdaan toona aan la garanaynin ummada ay masiirkeedii waxa weeye ay gabagabeeyaan wax la aqbali kara ma aha oo haddana ayagii gar isa siiyaan waxa jirta waxa weeye qiso kale oo ay carabtu ku maamahaan oo nin waxa weeye uu yiri darabani wabaka wasabaqani washtaka oo macnaheedu uu yahay ruuxu markuu intuu asagu waxa weeyahan kaa gardaran yahay haddana gar isa siinaya macnaha intay lugta ku walaaqaan wax walba ayay haddana waxa weeye waxay iska dhigayaan in ayagii maaragtay waxa weeye laga gardaran yahay oo mas-uuliyadoodii waxa weeye lagu haysto isagaana waxa weeyahan lugtii wax walba ku walaaqay waxa noocaasoo kale marka dadka cuqaasha ah iyo dadka waxa weeyaan waxgaradka ah iyo dadka waxa weeye aqoonyahanka ah iyo dadka culimada ah inay waxa weeye ka hadlaan waa laga maarmaan ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u baahan tahay midnimo u baahan tahay qabiil gaar ah wax qabsan kara ma jiro qabiil gaar ah oo dowlad noqon karana ma jiro kuwii waxa weeye 20 sano ka hor iyo waan goosanay oo kuwaas halkaa uun sidii hal shimbir qabta wareegaysanay kuwii kale oo kuwaas iyaguna saa u wareegaysanay ummaddan waxa weeye ma kala waxa weeye maarmayso ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan waa muqadas haddii uu maaragtay waxa weeye oo maanta oo dhan nin ku wardiyo waxa weeyahan Soomaaliyaan kala jaraya mise intan aan aniga iska leh mise waxaas waa iska sheeka barley waay waxaan shimbiray oo heesa weeyahan waxaan lagu leeyahay turki baa lagu sharayaa xagee ka baxday waxba la heshiisinaya waxaasoo dhan wax ka jiraan ma aha Soomaaliya waxa weeyaan mid wey cid waxa weeye kala jari karta ma jirto gaaladaan kala jari karin nin Soomaaliyaan waxa weeye aan kala jari karin muqadas weeye laga soo bilaabo waxa weeyahan lawi cado iyo ilaa raas gambooni waxa weeyahan same weeyaan same people weeye mana aqbalayno inta aan nool lahayn waxa way waan sheegayna insha Allah ta'ala waxa kale oo ayadana loo baahan yahay in dadku ay ogaadaan ummadan maanta waxay u baahan tahay waxa weeye wax la yiraahdo federation macnaheedu waxa weeye ummadani waxa weeye ummad oo mid away waxaan u baahanahay Hargeysa in laga wada qaxweeyo waxaan u baahanahay Boosaaso in laga wada dakadeesto waxaan u baahanahay Xamar in laga wada muufeesto Kismaayana in laga wada kalumaysto wax kale oo u baahanahay oo aqbalayno oo inta aan ahayn waxa weeye ma jiro barakallahu fiikum jazaakumullahu khayran assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay sheekh muqtar jazaakallahu khayr waxaan sii wadan doonaa xafladeeni waqtiguna aad buu kooban yahay marka hadalada waa soo koobayna mar labaad marti sharafta gabdhaha iyo ragba kasoo qayb galayaasho dhan baahda meediyada khiyaarta aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa mar labaad kusoo dhawaada xaflada xaflada iyo ujeedada aan u nimi dib baa laga lafaguri doonaa si fiican baan uga hadli doonaa laakiin hadda maadaama ay bilowgi tahay waxaan u yeeri doonaa gudoomiye Cali Jaamac oo ah gudoomiyaha Somali American Leadership Council oo xaflada warbixin yar ka siiya dadka sharafta leh oo kasoo qayb galay kabacdina halkaas ayaan kasii wadan doonaa insha Allah kusoo dhawow Cali Jaamac بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أن أرض مهد لمانت الإلهي بأسكالة كقدال وحانو مهد علنا يا كدقي نوس وقام قابي حفلة تنقروح دبادن إيو لمان بلشطة الصومالية قيبة إذا كالدوان كسو قيب قلي آدي آد بعد مهسنتين ayadoo sidoo la sheegay ay tahay maalin shaqo barito haddana intii soo xilqaantay oo meeshaan timid aad iyo aad baa u mahadsan tihiin intaas ka gadaal walaalayaal xafladaani caawe xaflad ma aha waa isku soo bax aynu ku muujinayno dareenkayaga Soomaaliyeed aan ku muujinayno weeye laba arrimood baana diirada lagu saari doonaa arinta koowaad waxa weeye arinta 4.5ka een 4.5 ku dhamaantay waa naqaanaa meeshu ka yimid Soomaaliya markii xal laga gaari waayay 10 sano kadib ayaa shirkii Jabuuti oo iska shir uu Ilaahay xaalkiisa ogyahay baa waxaa la yiri bal xal ha looga raadiyo in qabiil wax loogu qaybiyo qabiilkuna waa kii dhibaatada maanta Soomaaliya haysata sababtu waa weeye ujeeddadu waxay ahayd 4 sano in lagu jiro xal laga raadiyo xal lagu keen waayay in marka 25 sano kadib la yiraahdo qabiil Soomaaliya wax loogu qaybiyo annaka oo qabiil wixiisu waa xaaraan weeye
ساس الألي 4.5 كو حل واكين واي صومالي أنا مربتو دنا أمها دا ومعنيز وحوي كامبين نمن دونها هي إني حكم ككسي نجادان باكامبين كسميسان هي وح صومالي دن وجرتو يوح قرأ الرون منا معها ساس الألي 4.5 كا وأنك سهرتنا مقعدنا إنه صومالي أنا دنا أمها أرنتنا عاوز كونوا من مدواتاس مدة كله ووكيلك قرمه المدوبين كو صومالي وحساوي ووكيلك مايكل كيتين إنك هسي أسوأ إن صدق مالين شوقي أيو جوان جاري أضط سؤال ويسدرين رنتي مركل أجو جروب جروب بدي دجالكو كده حي كميدو هو وحي الله الوحي أسوأ قرتين أيو صحيح حي مركا أسجنا إن وانو ديدن هاي إن شوقيتان كيسا كصوماليا ما يستاهلو وحانو تبعيد قرمها كده حيسا يعلم كبوغيسينينا إنه يا إنس يستاهلين وكيل أمدين وسنقون كرين إن مركز الأقل إن إنه حيل كان كدجو لجانا عيريو بنك ميون يا أدي لك تبعيد قرمها كده حيسا وانو تحسن وغيسينينا لبلا أس أريمود بينو عاو كجها اللي دونا لبلا أريمودنا معها أرين هذا ضد كميشة فريق وضد صوماليات قبيل معها قل جارنا معها إنتر هذا فور بنتفيف جديد إنك وصل دوسي رو معها وضد أتاعن من نمط الصومالية يدنت الصومالية فور بنتفيف نوحان وشيء نو كل علينا إنه الصومالية دنا وهاين دبعته هرلوي هاي هدي أفرت سنة صوص أو تلوع علينا أنا وحان سلي هاي Somalia dambe afar sano kadib hadii for for inta safar xal ugu doorto ma ba jiraysa Soomaaliya meel taagan oo xor hol sheegi doona ma jiraysa marka sidaas la aligeed waxaan waadiinay for for inta safka hadii ilaahay idmo marka insha Allah xiyaarta iyo darkaga kale oo iga dambeeya si qeexi doona laakiin ujeedadaan isku gunuu caawa waa arintaas aad iyo aad baa mahadsantihiin ka soo qayb galkii iyo sidaad maartay waqtigiin u soo horteen aad iyo aad baa mahadsantihiin أحد بو مهتم يا قدومي علي جامع وجدد حفلة ده أما صباحنا قدومي ها حقا ينوض المري مركا هذا واحد كسور دوين دونا وكوح دونا إن شاء الله أنتوا ما دام يتهي إيش صباح سياسة ديت هذه سياسة ده إدي أهلها بقى واحد نمريا لو هر مريا واحد ينوض جوا أمبستور كي وجود مي ومركي جمهورية الصومالية ay burburtay ilaahay soo celiye Washington DC ino fadhi marka waxaan u maleynayaa waxaan u yeereynaa dadkii khibrada u lahaa aan u hormarinayna iyaga ina jahayn doona halkaas aanu ka sii wadiino ambassador Abdulkarim aw Ali kusoo dhaw magrafoon Soomaali waxa jira war la qabay xisamale waxaan isugu nimid waxa weeye saad ogtihiin Soomaaliya waxay ku dhacay ka sheekeen maayno runta markaan sheegnaa waxa nagu dhacay anaga masuulka ah qofka duusan sheegay runta sheegin waxa ma qabsan karo waxa way Soomaaliya in kale Michael Keating oo Soomaaliya u noqdo afka qaraad waxa lagu yiraahdo viceroy ama governatore wuxuu rabaa ka yaal anaga masuulka ah marka horta taas inaan ogaano markaan taanada hadana inkastoo la baadiri hadana dad un baanahay waxaan diidan inaan sheegno way waan raaw waxaan ma ogolin 4.5 marka intaan gudaha galin ragii soo qaban qaabayay shirkan quruxda badan aad baan ugu mahadcelinayaa waxa meesha sida ay tahay Soomaaliya xorma baashu sidee tahay in loo sheego haddaad ka maagato oo la lahaato waxa kugu socon maayaan Soomaaliya dal ciidama ajnabi joogaan xorma si looga bixi karo marka 4.5 kan waxay daba socotaa arrinta ayada 4 waxaan loo qaybiyay qabiil waxaan loo qaybiyay kooxaysi qolo walba waxaan rabtaa inay qolo hoos tagto in la waayo qaranimo Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeedna maanta meel walbay joogaan aqoon bay leeyihiin dadkii keenay xorriyadda SYL dad aqoon lama ahayn laakiin waxay ahayn dad wadaniyiin ah dad waxay ahaayeen micno leh dad israacsan bay ahaayeen waxaana looga faa'iideysanahay waxa weeye waa qabiilka iyo qoqobka iyo reer Banaay reer qofna wax kama dhigi karo waa wax noqon kara qofkii qaran leh qofkii uu qaran leeyahay wey marka yaana ku rafan waxa weeye 4.5
waxaa lagu soo maleeyay meesha la yiraahdo Djibouti waxa loogu talagalay waa noognahay in qabiil wax lagu yiraahdo lagu talagalay fikrad qabiil ku dhisan oo in reer wax lagu yiraahdo lagu talagalay xagee ay gaari kartaa wax waxba xal ma keri karto marka waa in la helo Soomaaliya waa in ay ka gaaburtaa ama ka gudubtaa waxaan la yiraahdo reer baana dadku waa qabiil qoloolba qabiil qabiilku maxamed dhaqan buu leeyahay dhaqanku qabiilku marka aad fiiriso maxamed laakiin in siyaasad laga dhigo way wax dhibaatada markaan sheegno maxay tahay aan fasirno 4.5 maxay tahay 4.5 waxa weeye in Soomaaliya ina cifanin oo dowlad noqon in Soomaaliya laga xukumo New York qaranimadii Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idin sheego ma hayo dowlad Soomaaliyeed ma hayso baarlamaanka Soomaaliyeedna ma hayo sababtaan waxaa kugu abdaa war dowlad aan awood u lahayn inay go'aamiso inta ciidamada jooga intay joogi karaan waxaa laga gooyay New York oo kale baa la socdaan ma goyn karaan iyagu awood nooma laha waxa weeye ciidanka ama Kenya ha noqdo ama Ethiopia ha noqdo meeshu ka yimaade waxa laga soo amraa meesha New York waxaa la geeyaa oo African Union oo sawa go'aanka halkaas intay joogayaan annagu go'aanka ma lihin maxay tahay macnaheedu diblomaasiyadu waxa weeye macnaheedu waxa weeye waxa weeye xormani sovereignty Soomaaliya lahayd waxay taalaa New York ma taala axmar marka waa inaan 4.5 karo waa arrimaha loo isticmaalayo in lagu wado waxa lagu talagalay Soomaaliya in lagu hayo in la qaybiyo in qabiil qabiil loo qaybiyo in koox koox loo qaybiyo tan diidanahayna taas weeye ninka leeyahay Michael Keating hadalkiisa markaad fiirso wuxuu u dhaqmayaa sida nin gubernatoor ah oo dal gumeysi ku jiro kale wallahi waxaanu taageernay dowlad war dowlad lagu keenay 4 sano kadib in nidaamka la bedelo kun hadaa saaxadada xasuutaan 2012 waxay ahayd in laga baxo 4.5 ka 2016 waxa ka sii horeysay garow 1 iyo garow 2 way qeexanta inaan dib dambe loogu noqon karin baa lagu heshiiyay 4.5 qodobada 1 iyo 2 iyo 3 waxa qeexaya dastuurka aanu dastuur ma hayso waxa la soo marbaleeyay way gaalada soo dhigtay asagii baa qeexay wuxuu leeyahay qodobkiisa 900 iyo 900aad iyo 900aad ba in awooda xaddidaha prime minister iyo madaxweynuhu madaxweynaha iyo prime minister go'aan kama gaari karaan geedi socodka sida election loo galay waxay ku xusan tahay constitution marka waxaan dad iska ordahay waa meel la arkay inaan macna lahayn inaan anagu saaxiibnaa la arkay sida rabaan inaan yeeyo markii aan ku rafanay waxaan ku soo gabagabeynayaa dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed wax garadka Soomaaliyeed inay arintan ka dhidhiyaan qabiil ma aha qabiil kasta dulmi ku tahay sababta haddii qarnimada dulmi ku tahay qabiil kasta dulmi ku tahay dadka hadda diidan oo la 4.5 baan ku fiicanahay ma garanahay ayaga la soo dhibaatay ku tahay sababta qabiil waxba kaaba dhigi karo dowladna kaaba dhigi karo waad ogtahay Soomaaliya wax ka dhacay waad ogtahay dadka Soomaaliya wuxuu ku baabay badaha wuxuu ku baabay qaxootiga annagaa mas-uulka ah inta wax haysata wax garatay annaga mas-uulka dadkaas inaan badbaadino qarnimada marka waa ka baxay aad wadamaha santiin Soomaali ha noolaato waxaan haddana ku soo dhaweynayaa insha Allah halkaan ka oran doona kelmad gudoomiyaha daaliyada Soomaaliyeed Columbus mudane Xasan Umar Xasan Dheere ku soo dhawow magrafoon assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan runtii u mahadnaqayaa rag odayaasha oo igu marti qaaday caawa xafladan inaan ka soo qayb galo. Sidoo kale waxaan leeyahay soo dhawaada inta kale oo ayaguna shirkan ka soo qayb galay. Waxaan filayaa dadka bini'aadamka waxa ugu wanaagsan anuu diin baynu leenahay haddii la ismaqlayana waxaa ugu fiican qofka la maqlo ninka sheekha waayo sheekhu wuxuu ku hadlayaa waa diin weeye marka sheekhu noogu horreeyey baa hadal nagu yiri hadalku nagu yirina waxay ahayd haddaad qof muslimo tahay waxaad qabtid inaad sheegato sidaa daraaddeed haddana midnimada soomaalidu inay tahay wax muqadis ah wax kasta oo markaa muqadiska burburin kara ama jibin karana in laga hortago waxaa marka isweydiinta la iyadoon qofna loo jeedinin 4.5 horta maxay tahay sideedaba 4.5 waxa weeyaan ma wax Soomaali ka yimidba mise waa wax ajnabi ka yimid ma wax inoo roomba oo dadkeena u roomba aan horumar ku gaari karo
راشن لسين هي أضيال هو سومالي إني مش أتشوغان أي قرية دستور كي للي ولا قرية هدي مركز لقرة دستور كي ألوه شيء هدنا هو ألوه شيء إن 4.5 لقبها 2016 كان إلكشن لقاله إننا مركز هو يعني هدي أي إنه فورا بوا حنسيه ودنا أمر والبابا لسيه ولا أنت إن هو قال كا أو سومالي تغني أو دلك تغني أو نلاش تغني أي إنه دمنه ما هاي ما أنا يا وحيمان يحيي ودنك ووايينا خنتينا وحويان الدون كان ما ينان عرق قف قرقا انت كوي مع الاسلام قرقا انت تما دكو نظيف سولقا اركي ميس ولقا ما اركي سنين انت قرقا مع المها مصروف حتى ولا الكا حتى ما سمينا يو ان لا سادا دو قبسطو دل كان نركا حوي انقا با كو ايارنا كل جين هدين نكو ايارنا وحاين نقوني نن إن أنا آمنه نن بن نن كش شيء أو شيء أو عدوة إنه آمنه قرنا ويا نن كولالك يسونال إنه وحلق يبصده وهاي إنه كل جن آمنه غير هبل بينه لا نهاي نن كأنه أبتر سنة إنه أنا شيعنا إنه وأنا قد كتير أنا كورق من شنيع على من ميل وكتره أديك إنه لا أدرس كلا أو لالك يوم قرب تاعنا هاي وحنا لا قبسنا الله إنه وينه وحاله هذا أفكار لسه تاعية وحنا نقول مركزه لا قفهان رنتي أنا وين أنا كأعوذ ما هن أنا وإنجليز وحيد جدا بس واقع سين ها عبد الله سيدقال كل قلة شري إنجليز إنت سؤال لابد ما أنت هذا مرلبات سومالي هذا أنا كلا قايبين أيه أو أولي هي سيوتة أو سيرتي سيوتة أو خائن ما دي سيوتة أنا وين كان مكان الله يو وهاك هذا قول مرت أنا إنجليز سؤال لابن إنجليز مهين أسمي إنجليز وين قايبي إنجليز لوك سومالي بكل قايبي إنجليز دبعته إنه قيستي إنجليز واحد أنا نك ناس ودري محل هذا نك ما أنت مرلبات نقايبين أيه نكان يوغاندو كودشه يوغاندو كو كوري ولي سو هارك تي داد افريكان هادو دونا سو دونا كيهلو فكر كيبو نولا ييميد انو ماركا فكر ما قبنو سومالي بان لي يرادا هادان سومالي انان حق وحان او لينهاي انانو نيلانو ور انغو ديدني قفك بنا ادمكا واه او قيمها بدن لي دادكو حاي مودان هبل وا دغادغ يي ما قفك قيمها لي و هو يرادا ما هاداد ما يترادو دنتا دلك وحنا كم ترت مايا وآخرك نار عفوف ودان حس على ميل ولا بحس على آخرك بيهم ميل قدام بس قصة شو من رجع هاي وحس قصة شو ما سيد راد الحنو بهن هاي إنا إنه نراهنا دلك أنا قاله دت كان وسام علي وعي إننا هالك تجونا هدا ندين شيء غيا هدا نسكاشنو أو سيف عنو ولا هذا الله أو أي نقر شيء سنو سيدا وين أركان وارتكنا وحبلن بندك سوال وقام كرنا إنه عن قبيل أديك سنين أنو قالوا قوني وأدي أنا عمر كان ماشي قبيله ما يمانن يتقولون ما يمانن لكن إحنا من سنة هاي 4.5 إنه يتهي وخلده تصالة ير إنه يتهي وهاوي ين 2002 ألف كي وهان دورني برلمان وهان دورني مدح وين وهاينو دورني مقالة أنا يدل تقول لك القابسين يدنكم مظهر هذا يدن سود وين أنا وحكم يدك مدح وين سود وين يجي الركبة نوع مظهر هذا ما هيدو حن سود وين يجي هل أرهن اسلام بانا قف اسلام كان و خو يراهدا ودنكيغون وا بابا سنا وا دي الله وا دي الرسول و اول الامر منكم شيخ با جوغ ماشي بل لكن عا ولا دينيا منا ان انت جابيون اركو ور هورتا نينكانو ما يهي و مدحوينه وا لا دورتي قبيل كيغانا ما اهن بل اليست بل ان مدحوينه نكون كره شقاده وا كاري ان كلتو ان ان غرب استاغو ما انت ما حمرك يسو بحي وها ما أنت إيش أبغي إن هواي رأت وحش دولة اللي هذا أسامة عليك ترى إيش أنت ترين
أو برايم منستر كي لوحيري ايربور ما أنت وسنا أول لهاي أو ملحويني وحال السنة يا ليري الضال يا غاني حمر كل الركبة تشوق تشري كنت على ايربور خلينا عملك تاها ليري واحد السنة يا لما يا غاني متشني بعد السيا مش أيدان بعد السيا واحد السيا إلى هنا وحو حق إنه غدقي أو ضد إنه غدقي وحوي إن مسؤول دولك كان نقوله مسؤولية دين هذين مركها كرنا أرجع إن لم يذا إنه ديبنه أو أنك أو إن مالهم الله أرجع إن لم يذا وحوي إنه مسؤول يان إنتين إسأمين أو ولا هذا الله بل at least استرس كرين أو إنتين أغلى واجي سما يلي تشوي رجع جيت كل لغة مودة يري تشين دكتور ما ولا تلين تشين رجع جيس ما ولا هاي ماشي راشين بالله استا نول با فرو غارب وتا نول با واتلنيا waa wax isma qalayaana ma jiraa bal intii aqal lo geed intay xaarano sunnimaadno an tashanno dalkan waxaan ka qaban karnaa oo aanu tashanno sunnimaadno yeynaan wajigeena fiirin wajiga hadda fiirisa midabya ku yaala adna kaaga midabya ku yaala laakiin dan baa naga dhaxaysa danta aan fiirina naga dhaxaysa wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh adbu ma saye gudoomi hasan umar hasan dheere si aad buu uga hadlay maareeyta waxa maanta wadankeena ka jira aad baan u soo gaabsanaynaa waqtigu waa yaryahay waa sunday aad baa u mahadsan yihiin dadka maareeyta xaflada ka soo qayb galay hadda si kooban waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan isla wada garanay 4.5 inay tahay waxa dara dalkeena iyo dadkeenaba ku ah dulmi iyo meel ka dhac iyo badilaad sida darteed si kooban oo xikmadaysan baan uga hadlaynaa hadda wixii suugaan oo heeso iyo gabayo iyo kulina waa soo dhaweynaa buraamuriya intaba dabcan wax ka soo lagu hadlo suugaanta ka haramaamaha gabayada heesaha waa wax kale iyo haro dhal galo sembera inuu ka soo xigano wayaasheenay marka taana waa soo dhaweynaa la hadda waxaan ku soo dhaweynayaa suldaan abdullahi nur farad ku soo dhaw salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh حفلتي أنا أورنت ودي بهدان هذا حفلة ما نقول ما حفلة ومشروع أي نكود يدنا هاي نكاي أموره وقال قال قافل يا ها سوي كاله يا أفكارتيس هل كنا مكود جي ما لول بين لكود شيء waxaan ka jeclaan lahaa labada nin ee masuulka ah ee Soomaaliyeed in lagu garab dhijiyo ayaan aad uga jeclaan lahaa waa awl saddex oo baalka ka buuxay waa isku siban u diidanahay anuu kulliiba waxaan soo dhaweynayaa intii ka soo qayb gashay arrinta tan walada meediyaha iyo odayaasha xagga dambe fadhiya intaba waa salaamantiin wa asalaamu calaykum barlaba waxaynu isugu nimid inaynu hadafkeenna innagu aynu xaqa u leenahay iyo afkaarteenna inaynu ku muujino iyo rabitaankeenna halka kale inaynu ka muujino oo aynu adduweynaha u bandhigno ayaynu isugu nimid taas oo laba arrimood ku salaysan sida hore loo sheegay qodobka koowaad waa ninka gaalka ah halkan fadhiya وكوفلنا ذلك كوفلنا هريبا نودي لسكن الله من حريص طه يا واسنا بديلنا هدي الله يدمو هدي هدو نجد وهدي من دابيات أرنت الله ما نوع فرمة تفيف أنت إن هالك فردي ذات وحنا ملاين يا فرمة تفيف كي بكون تين وده شو كتير مياه غربتان فرمة تفيف ها يا مايا وارمية دوري سام مرنا أننا ونديني دوني نبينو ما حد كقبت نكها قال كاهي ما إنه ولي إنه لسي شوقي سقو صدح ما الموت شوقي وما قعونا إنه قصة يعني 4.5 إسنا إنه إنه قتقو مرالي بقتي هنه قتقو دوني بينو هنا دافع نكاس متك وخير قبائل مرية
أنت مهم كأنا شفت على وحوي سدى أي موقف كان وعد ليس لي إن الوعد ليس له أي وجه وابله أنت أيام كذا بحياة 4.5 يا كاتي نك ما أنت واحد أنا كي كأر كي ما جن لي ده هذا شاشة ده سواء شاشة ده لقي ده هذا يا دلوا إيو تي في هذا المدارات بكذا عيي مدارات كاسي وهو كسر إسلام مقدشة ديرو مقدشة ديرة دول منه أيه كده واقعية أفكار ت رجع مسؤول كأه إدتك ما ترى يا عروة أنت وح أسودي بيت سوق صادق أي كوا مو حبيلو قيم سكرة ما إسكو أفكار بيرو لغة كرا سو مالني ما ندورنا شريتان بيرو ربنا عواقب دبيرو ربنا وبد كن وح أي كن ولا الله هين يشريتان قريب إنه رادينا نوح إنه رادينا إن الندى رهيل مرمو ورهيل قال لي يا وكوي وينك إنه صومالي بين قطنا عندي كستاء صومالي صومالي اللي ما نقوله كل هاي صومالي اللي ما نقوله نقبلنا عند كستو أم هكود يدنا لا ما كون ربيه نك صومالي وا صومالي صومالي اللي ما نكسردوه وقولنا نقبل هدو كديدا يا هدو كيارب تنتهينا وحينو قاري كرينا وحينو نوقف كينا كل شيء كرينا هدينو قادو هدينو أمي دونو إنه قاو صوماليا بريس سوتانو هدي كنا كاسو بينا بيرو تاليني صوماليا هدو قادة كاسا إرو تالي دورا مركا هبنو اكتاقية هذا الكينو ايقا وحاد يليسان وحان كسو قبقبيريا مدنما أنا قالوا مسكح ده إني عقل جنها كم بحده وحلي هذا الريب. سلطان عبد الله نور فرع عدائد بو مهتسين يا هاي حفلة دواسيدة دي هنا وقت إنه واجابين يا هاي مايكل كيتن يو رجع كله أومان تا دولة فدرال كامل حكا أنا جالس كمل بينو جوعان دم بيس كمل ده كوجيران مركب مايكل كيتن يرجع يسوى حنري دلالين تي كيتنو تيدنا يتلاس marka waxba ka yeelin ma isaga iyo wax la socotoona wadankeena inaga leh sharciyo constitution baan leenahay dal waxaan ahaynahay 16 sano hor aha marka halkaas aan kaga baxay waa soo koobaya ya gabdhaha buraanbury ah waxa halkaan looga baahan yahay amran ku soo dhawo magrafoonka gabdhaha in loo hadlo way gabdhaha inay hadlaan wa أمر وين وقبل وين سيجار لو سعبي يا ولا شلون من ما هاي شو ده أمر أمر نايد ما هسي سمس برام هسي ولا سولو كويسة لبعدين هو هسي نعاف ماشي فن كان لما هاي ما هو أسكت يا السلام عليكم and مرعي جو حوا of course أمر شق أحمد ر كولومبوس واي تقانين by this time أنا تقانين واي and أنا قف بريتيشن أهميه قف أو حا هاي ميل بيسنس أكشقيا لكن دبعت دمان سومالي تالو حواي قف كديق له كعه ميل جو كله هر لما جوجو and عاو حالي غير حلفتان أو محي هاد لوجس هرجي the 4.5 أنا جو أكسو هرجي دا مر هاي واتاجر أنا مر هاي because is confusing وحلا فهم كرمان مركا لكن وحاوي ما ذا وحيت هاي إن سومالي دبعت إيه قبيل دم بقوم باهنو إن محاكم كده هاي نال كل سارة نمو باهنن وقت حن أيام كجرنا إن وحاو باهن هاي نان قمها إسقبسنو ون محي هذا دد ولا على هنقنو أنا هوب محي تاس إن نو صور تقشو وحاوي إن قربيه حتى كده بعت سنة هاي een wadanka gudahiisa aan ku dhibaateysanaha oo magacayna loo bixiyay maanta Soomaaliya adinka Soomaaliya u taqaanay laakiin dadka wadamada kale waxay u yaqaanaan Sirigoos magaalada reer Aqiraadka marka anaga oo maxay ahayd heerkaas maanta mareyno ina qabiil ee dib aan ugu soo noqonay is absolutely maxay ahayd waxaanan maxay ahayd la qaadan karin marka insha Allah kulay in dad oo macquul ah oo wax garad ah oo dad waaweyn ah ayaa ka hadlay wixii danta Soomaaliya ugu jirto aniga anigoo gabdhaha Soomaaliyeed u hadlaayeen
وحان محي هذا لي هاي وكتاجرنا وحي أو محي هاد أو ضدك وحجرت كأي دناها سومالي أو كشقين عيان مركز سومالي هاي هاي إنا إسرع دوا سومالي هنولاتو thank you هذا واحد كسور وين يا كلمة ديسا دكتور عبدو اسمه كسورو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار قبل هذا مانتي وسلامتيه وحنوما هذا علينا يا مركه هور اللي هي مشان سوق هاي كاني كدبنا قدي أبابو ليهوشان أدنى وما هذا علينا حافي عن مركه هور إن فهمناه أما ذاتك الله فسره وحل سكو هاي محيه محل سكو هاي 4.5 iyo degmo waxa la isku hayaa waxa way dadka la dooranaya ama Soomaaliya baarlamaankeeda noqon doona waa inay ka soo jeedaan deegan oo degmo ay ka tirsan yihiin iyo ma aha waa inay ahaadaan qabiil wadoktiin dadkiina halkan ku nool قف لسك صدورته وأن كونستيتوانس لهين ما لقى صدورته وسنجرين إن يعكرين واحد يعكر معه بركة واحد واي 4.5 وحلا صوب بالله 2000 وحلا وصل لسي دولة دي عبد القاسم وحلا وصل لسي دولة دي عبد الله يوسف وحلا وصل لسي دولة دي الشيخ شريف وحلا وصل لسي دولة دي حسن الشيخ محمود لح يتبان سنة يأفر مدحويني سومرتي مدحوينك كستنا وحول ويشقين ويسمرك يعني مثلا وحن كل الشيء مقال له جماعة عد مثلا ما قرناي إذن كان ساسو كل ما أنت نين قرن كرا وقرن كرا مثلا قبيل إني كجرا مش لكن قف به كرا مقال داس ضد كاس هم مثلا ولوجي هم جيران وحاك لو جيرة رنت إلا سوشيك وفي عانتهي وحاك لو جيرة بقول حلبان إنكبضن وحمر جوغة وفرسيلة والإيبي عدكوذ وإيبوة مالي مثلا ملا صوماليا مركة وحاواي صوماليا وحاوا مركة إيب كان إيه كدرتو إيه قد كان وإيه كد عدي ياكسو ساري حلبان هذا لديراي وحاواي وركن وباهي المهاي استها حكوسون ولا ديال نقدرة كن وادي بدنيا وقايل بدنيا هين نجية كن دت كودلا يون دلنا نضافية وحاس انتين نجينا يعني كنت أسوي شغل حجينا جينا يعني دت كان كل وذا إنكارا خبرا مشان لسوي الفريسي عاوة عاوة دت فر بدنا نمرتقادنا أن نجا أو كولومبوس أو صاحبة أن حي وحيلك اللي ودو فكرة اللي وكل الدنيا دتك قار كيس وحلقتنا الدعي حديث 4.5 لقال لحظة رقبة ست برسنا يو كراس بدن قادنا يا أن نجا أنت هاي سنة ووينينا وحما هاي استانبا محي وينين وحي هاي استان ملا حمر وعاصمة ديني وعي صوماليا أنت يجرتي وحي هانتي أن لهن ماشان قلنا وعي ومداس ومقالة داس يزيرو وعي سدح مليون أوقفها كنول يعني 2013 كي يقول بس سدح مليون أوقفها كنول وحا كويا لا سوق وين إست أفريكا وحكا صلوكا لقاتو كتاب يوسكا طبانا لقد إيقا هالكي دالو ولا عباية سوق وحي لذا غير عالية هانتي دين يقول أن ماشا سيكو جفتا وحي نقول نق ماشي ومدى لقى بربريين وعي haddana waxay noqotay wax kasto niyadu hal la bixiyo waxay noqotay sidii naartii oo kale waxba la keenaya waxa way hal min mazid wa hal imtalaatu hal min mazid igu soo dar ilaada waxa igu soo shuba qof kasto oo Soomaaliya oo imaada ama waxa leeyahay waa marti ama waxa leeyahay waa IDB IDB waa English way wa internal displaced person way qof kasto barakacay gobolada kale wa labadaas ay joogtay xildhibaanka waxa leeyahay marna marti waa leeyahay wasiirka marti leeyahay marna waxa leeyahay waa qaxooti meesha qaxooti ku yahay kuwana qaarkood maba tagi karaan bacidaha mathalaya baba meesha aan yaalo in la arkaa loo baahan yahay dadka doodaya oo u doodaya 4.5 aan rabnaa waxbaa noogu jira
annaga for dadku waxay wax ugu jiraan waa rabna laakiin wuxuu waa inay ahaadaan fair waa inuu dhahaa ninkan aniga waxaan ka socdaa degmada la yiraahdo Saako xillibaanan ka ahay ree Saako waan ahay magaciisana marka walaalayaal wax la doonay in la fasiro oo la fahmo saaso Soomaaliya dawladdi ugu dambeysay markay dumaysay waxay ahayd 18 gobol iyo 92 degmo dadku waa inay fahamsan yihiin wixii ka jiray iyo halka meeshu maanta yahay 18kii degmo waa jiraan gobol waa jiraan sorry degmooyinkii waa jiraan marka dadkan baas oo xildhibaanada ah dawladdi noogu dambeysay 144 xildhibaan lahayd 69kii doorashadii ka dhacday wadanka maanta waxaan maraynaa 275 ma xumaa hadii lagu qancay laakiin waa in lagu saleeyaa meel ay ka imaadeen iyo dad la xisaabtama waa inay jiraan xildhibaanada 275 xamar jooga 130 iib ay yihiin oon meel ay matalan aan la garanayn waxa waa ninka highest bidder waa ninka soo imaada oo lacag wata waa gadanaya very simple waa marka wadankeenna marka kama soo socoto dowladnimo ma doonayna anaga in wax la sadbursado ma doonayna cadaalad darro laakiin wadankii sida uu ku socdo ma shaqeynayso 4.5 ma shaqeynayso mana rumaysnin waana ka soo horjeednaa marka xalka wuxuu ku jiraa waxaa waay walaalaha kale ee Soomaalida ee matalan siyaalaha kale wax looga dhaadhicinayo ama la leeyahay matalan 6 kursi haysatiin haddii degmo la tago 2 helisin waxa helisin de kuwa 6 hadda meesha jooga waxa ma taraan wax ay matalan ay waxay taraan malaha dad la xisaabtamo oo garan kara waxa ka jira hadda Xasan waa tuu ka hadlay Djibouti uu tagay wuxuu la kulmay constitutionka hadda aan ku dhaqmayno la qoraayo iyo marxaati aan ka nahay umada kale qoraayaan oo ayagu cuntada iska cunaya marka waxyaalaha dadka shaqeynayaan dirsanay dadkaas oo kale way dadkaas oo kale waxa way waanu diidnay mar rabno degmooyin waa inay matalayaan waa inuu sida adduunka looga dhaqmo waa inaan u dhaqmna qabiilkana waxa waaye waa wax jira waa xaqiiqdii qur-aankeennana waa noo sheegayaa waa haddii sida wanaagsan lagu dhaqmo waay xadiisa la xumeeyo mana anfacayso marka intaasaan rabay inaan ku biiriyo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi aad baa u mahadsan tahay cabdo cusmaan xoogaa hadda waxaan bedelaynaa waa ku daahanay situation isku mid ah marka hadda waxaa soo gelaya mikrofoonka insha allah aan soo dhaweynayna halkan kelmadiisa ka oran doona nin siyaasi oo wada taqaaniin magaciisa la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Baadiyo oo ka soo hadlaya waxaan u maayaa Soomaaliya ama Kenya mid ka mid ah ee Kenya Nairobi wuxuu rabaa markaa dadkii wuxuu ahaa aad uga soo horjeeda qadiyada 4.5 ka waana siyaasiyiinta hadda safka hore kaga jira siyaasadda Soomaaliya wuxuu rabaa markaa inuu kelmadiisa yiraahdo waxaan jeclaan lahaa inaan wada dhageysano ilaa iyo muddo 10 daqiiqo ama ka yar baan siinaynaa kabacdina waa soo gaagaabinaynaa waqtigana waa ka faa'iideysanaynaa aad baa u mahadsantiin oo dhageysi waxaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حتى ما وعد السلام يا ابو غياب يا مروين وحن ابي اهل وفع صراحه وانا فصلت حولي انا الى كسر مجرد النيروبي وهذا الكلام قاعد قهوه مظاهراتك في صوت أحبان بعد ديليسان نظام كابلو وطلق علي إن أرماع صوماري اللي هم عليه يطلب دكتور بيجي لحي سوانكا لا دوت كشي دمانتي نو أبي بيني نظام كابلو وطلق علي إن دحي لما دكتور بيجي لحي سوانكا وعوى ونظام صوماري الدباطل ويدكينايا waa nidaam sida doqtiin dastuurka ka soo horjeeda Soomaaliya kiikoodka 64 ee dastuurkeena wuxuu sheegayaa in 2016 maalmaha baarlamaanka bedelaya oo noqonaya baarlamaan lagu soo doortay codka dadweynaha Soomaaliya waxaa kale oo ogtihiin in dadki Soomaaliyeed ee hogaamiyaasha ahaa markay sharar badan isugu yimideen
أنا أسكو خلافين أرنتها أرنتها سوى كيني كفتا منورة سوى ماري إنا ويبضو محايا لحايا شي سوى هاي فعلوك ماانا سوى ماري إنا وصوى صاري إن محاوة هاي شي إسكا نرغا قد باريو لبضا يكون دي لحايا فلنكا إن لكوضا وطلابه وقعان جماعي يضيقاته أكثر ماليا وعشي كان هذيل السكوت على أيها الكلب وعيل الصغار كان وحيدا صار ماليا وكان هي الدولة نمرة صار ماليا لا هي توصلهم أيام خمسيني نظام أنت أفر هي فرقة أو بلوغ النزول أيه الحمد لله أيه كأصور مثلا لا هي توصلهم كبعد أي حد عطي إن دفلنا دفلنا إن دفلنا ربان إنه مدحت ولا أبرف وعي ربان يا لكم بي إن أنا بقى صبر بتكون رايحين بعيد إن أنا بقى شغال كحد عندي لا أي واحد كائن أبو بريفة معايا لو هاي رميتين كده كريه ما نكون نقران إيه تعالى سكوب بقصة بيان إيه رزق كتان إلى رفع صوماليا هو عاجز ديدان حق وضع في الضبطين أنك عادي أن مرشة بإذن مدى حزبية مرشة وثانية عادي أن هو حاجز ديدنا ديدان كانوا قلوا يعني ديدان محلطان عشوك من وحاجز ديدان رفع صوماليا إلا قيد يشتها وراء أصول محايا يلي وحامو قد أفشر دي أيا كبغن أو حتى عندنا سقط يوم حصل لما يقرأ كانوا بصعوبة. أنا هبي أرى أي وقت إلى ما أدار سهل كريم. أتركه وعريا وحوي يا ما طايا. حولتان كلا سمي هاي أنا أقول عيا. هاي المرة حبنا قوم ما مولي سمك الساعة. بس وحام ما مولي إنك حتى كفاية أنا ولا كبرى. وذلك في سهرة كلها. أيوه هو إلى ما مصاب، ولكن مش تبغى تكوتشر، وتعرف ليش؟ هي تبكي سبعة طلايم، أصله هيك سوري جدا، والله ما في أدوية دوية قيمي، بيع دور شوك كذا عيان، وحال الرأي اللي قلته هي ما راح بنام، هي أثر تكوتشر صوب، أول كلامه هواي، حد يلا أفكر حق اللي بتعوني يا. وجب صباح كمان بالسورة إيه وحيد إذا دغدغة ما تشوفها وحيد إذا إن يسميان محكمة بالسورة إيه محكمة بالسورة عشان بالسورة فقرة وحيد إيه إذا اللي وصل ما يحتاج عشان مع الله بعدين كيف بدك وين على الصوتين شو ده عشان بالسورة فقرة تعال وحن برا إذا أثر سر في الدولة محكمة بالسورة ما تشوفها ذاك كلام عيني قال لا تعودوا خوفي خلص ريما وحاكرة تودا قلبك تدحاب وحاك مكشفتو هي أدي أخبشك الله تقال لميسي إسلام بطل رياتا سنوى هي أدي سوريا قال له أطلق لي إنه أبطل مصق مع السقايان ببوكا هي أخبكم بوكا يبقى صوماري واتكوذ إلا كفو لا تقلقوا لهذا بقى كل قوامي والغروب صبي أيام لو بطلق لأموك في غدك فإنما عندما فأطفت هي أفعل ليسا أو شرع تركوك المالك فلا تسير خقرا أيضا لما صميم قدم كرفرا وحام لقى حبا يا وحبا يا راتب وأدولت
إن الله يبارك في صومالي من دمو كيرو أو فيرو وافجيو
إلهي سبحانه وتعالى أو من نمية فاطر نصية آدي آدي مع سبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوما هنسي هاي مضايا عبد الرحمن باديو هذا الكيس قيمة بدل الله وكذا هلا هين تعاو هل كان عم يجونه كسو هرت إنه وخلط كقوة ذل كنا يدك كنا وحنو ملاينا يا وقت كبا حوقا دير هذا يواد داشين 4.5 ديدنا يو داغد لاغا توري وكاد الكي لغا نعيو دوني دالو شيغي دادكا يغون واسما يها يو دباغد ما هيني داعون لبيري يو حمان دالب لي وياني داقال كي قوم يستوه ودينو دي بعسان وياني دين تايو داقان كي نيالا قدورا ياي دستور كي يو حرني مادي نيالا قدور ليستاي نندان ليو شيشايا وتهدوني واموغي دولالي انتي ايو كي تنو ديد نيتالا داسي دولالي انتي ايو كي تنو ديد نيتالا داسي افرتات انتان ديل كد اي ديري تامو شيغاي ورمان سادا الى دالان دال كيبان دالين جيرا مان سادا الى دالان دال كيبان دالي بكو احايا أريغو دوكسي أديغان هايان وذي ديرا سادي ترويشكي يو غاماني يو أفياري قدوب حيروي ورمان ديغو هالكان رابو إلي وهابين دوناي بنتي لان دادال كاي غالين واكو دير ساداي دوغاودي يو غولي ياشي با دور لباح غالاي دستور كي باي هوركيني شرعي با لاغو دامي ياي تراويستي يو لغادي يو ويدين دير جيني نيمان كي دال كاو ديمان جيرا يو دي داي حومي نيمان كي دال كاو ديمان جيرا يو دي داي حومي كسيدران هنولا توي يو دايرتي داغ احتوري كسيدران هنولا توي يو دايرتي داغ راكي غران كان لو دور تايبا دانا دان ديغاي دفاع وحاي كديغان عيدا مادا دالال شيشاي دانا بيو هرسي ديو برجيحكو مادا دالاني ديار تبا برلو صوحيري يو دايراد ماليه مارين كي بدا هدوري جيري دون يلاغا وايو دوبابات كي يو تانجي يدي دول كلا وداهي دوبابات كي يو تانجي يدي دول كلا وداهو وحي دبا سعدان ويلالان عيدي داري إليني وحي دبا سعدان ويلالان عيدي داري إليني وراندي نوعا وبا مني بلغ داو باي اندي نوعا وبا مني بلغ داو باي اكحماي وانا حبيب سنهي وانا كوبا تلغلين وحان يسري ددك با خوغا دالاي هادنا وحانو ييريا دقيقه كلمه انو يرايدو سلطان احمد جامع قعم ديره كوسو دو وقتي وا سو غابينا لبا لبا دقيقه وا ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حدنا قادت كي هران لقبا وقت جوا لسوق جابي هدان عبار شيء كين لهين هدان ذيك قصي لهين لما أقوله. ما تعرف ما لا. ما مركه وحن بدونا يبان ومر هرت قف كمرك هذا الكلام ضم بيسيو ما هو حل لي هذا الكلام هكذا ما ذو وحيراد وهكذا وايو مش هو حل لي حق الدوش هرت حمد الله ما هو ديوية ما
Somali waxa la yiri waxay yihiin maxay maaytiri so maxaa laga hadlay hada maayda lagu hadli doonaa horta waxaan rabnaa inaan ogaano Somali maxay maaytiri inaan ahayn ay tahay in maxay maaytiri in mashinguli bana ayo baraabo ibajin soo shanta luqad Soomaali waa in la saxaa kood en 4.5 hadda anaga ka cabaan hayna aan dhihayna 4.5 uma baahna 4.5 haddaan baad joognaaba markii 2 minute ka soo hartay oo dadkii oo 4.5 kala dhahay loo dhiibay waa 4.5 haddaba nagu socotaa waa in la bedelaa en maanta Soomaali en bantu ha noqoto banaadir ha noqoto baraawo ha noqoto 0.5 kilo socdo waa iyaga idinka meeshan faridan leedin ma socdo la idinka ma wado 0.5 ina tihiin dowlad badan baana soo qiyaantay dowlad badan ba xaqeena dib u riday laakiin maanta lama joogo 1940 lama joogo 1960 iyo 1977 kii waxaas lama joogo waa 2016 dadkii wax bay barteen dadka Mareykan bay kula joogaan cilmi ay leeyihiin ama lacag bay leeyihiin marka diyaarna waxay u yihiin inay wadankooda u dagaaltamaan marka aan 0.5 kan ka hadlayna ma ahan 5 na ma qaadanayna markii gobol iyo degmada la dhahana anaga aan degannahay soo in gobol walba waa anaga ina mitelnaa aan degannahay hadda waxaan ku soo dhoweynayaa mudane Axmed Shariif oo kelmad oran doona Asalaamu Calaykum Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaalyaal horta waxaan rabaa wax yar inaan ku noqdo arintan 4.5 ka waxa ajiiba in intii aan go'aankan la gaarin 4.5 ka saalo wada socotaan intiina badan waxaa laga qaaday afti magaalooyin badan oo Soomaaliya ka mid ah shan magaalo oo waaweyn baa dad laga soo qaaday Sanbala oo la weydiiyey afkaarta ay ka qabaan way diideen majority waxay dhaheen no 4.5 wax cadaalada ma aha bay dhaheen oo constitutional ma aha bay dhaheen haddana iyadoo ay saas tahay madaxweynahana afkiisa ka yiro ka qiray dawladda afkeeda ku hadashoo tiri aftidii aan dadka weydiinay iyo raayigii aan soo aruurinay ma rabaan dadka Soomaaliyeed 4.5 haddana waxaa cajaa'iba in ay issue noqotay la isweydiiyaba waana wax constitutionka ku cad ku meel gaarka ah oo in afartan sano kadib uusan noqon karin wax Soomaaliya wax ku qaybsato laguna noqon karin constitutionka ku taala hadda xataa hadii la yiraahdo lagu noqdo waa in la qaadaa amendment wax leeyahay waa in dastuurka lagu sameeyo waa in baarlamaanku ay 185 baar xildhibaan inay u codeeyaan way marka cadaalad darro way waxaan qofka Soomaaliga ah ku fikirayo isla 4.5 adiga ku badinaysaayo wax kugu badanayaan sidee buu marka uu u noqonayaa ugu farxayaa in qof kale oo Soomaaliya cadaalad wax cadaalad darro ku in adiga lagu badiyo waxas ma cadaalad ba damiirka qofka Soomaaliga waxas ma qaadan kara mid dalabaad constitution ka noo qoran oo gaala xataa haba noo qoreene hadda ma nagu ciyaarayaan hadda waxay qoreen miyey haddana ka hor imaanayaan ninkan sawirkiisa meelaha ku dhagan yahay asaga hor orday shaqada laba bilood muu joogin xataa ma uusan kala baranin dalkii Soomaaliyeed dadka Soomaalida ah ra'yigooda xaqiiqada asagoon ogaanin ayuu shirki hor orday wuxuu yiri dawladdu go'aan idinku gaara laba nin baa go'aan u keentay asagiiba horboodo yiri waa qaadanayna marka waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo anagu hadda Mareykan baan joognaa cod baan leenahay Mareykanka iyo wadamadan waxaa laga isticmaalaa wax la yiraahdo soft power waxa weeye macnaheedu awooda aan qoriga caaradiisa ahayn codkaaga inteena badan waxaan nahay citizens Mareykanka cod baan ku leenahay election season baa hadda lagu jiraa waqti doorasho waa marka dadka siyaasiyiinta ah ay ugu nugul yihiin
هذا ترى أنا جو ستي سنبان هاي كوما عضيدين إن هذا أنا أرين تام حكاكبان بتشي كان أهل كهكوس هي حيني قفل باب طبعا لبعتن حق هذا كوب بيها بديو وحسيدا سيد ربها لوقاته أود أن كود دعالم يكرنو أو حن كود دي يكرنو قالين كاس إيه وراق داس وي سنة ترى أمريكا إن أوهايو ميدول بوالود ريال هذا سنة representatives ka istediyada kala oran saas oo kale markii ay 10 kun oo qof oo Soomaali oo la citizenana ay ku soo dhacdo waxaad u maleeyneysaa ninka inuu oranayo wuxuu geeynaya Washington wuxuu state department uu ka dhacayaa wuxuu leeyahay aniga state keygi dad intaas oo ku nool baa waxaan ka cabanaya UN ayaga UN ta la hadlaya ayaga noo hadlaya marka aanu baawarkeena isticmaalo arintaasna si dhab ah loo qaato si fiican adreesadaha loo qoro qof walba intuu qaar qayb qaato koobiya habad iyo ha keeno hal buuxiyo waa maasintayna salaam aleekum this is Abdikarim Omar former Somali ambassador to the United States with my colleagues Somali American Leadership Council we are here to deliver specific message to the Secretary General of the United Nations Mr. Ban Ki-moon that we the Somali community in the United States who are overwhelming totally and categorically reject the decision taken by the Somali government. We Somalis in the United States and everywhere are totally against this unconstitutional, unwarranted and unnecessary decision. As everybody knows, Somalia cannot be in a state of flux or a state of perpetual war if the United Nations succeeds and the so-called government in Somalia, which basically failed its mandate to prepare the country for election in 2016, it's absolutely ridiculous to allow the current government to decide the electoral model for 2016. The Constitution of Somalia is very clear. Article 100, Article 90 stipulates clearly that the president and the prime minister has no authority to decide the electoral model for the next election. The simple fact is the president is trying to run again. How do you expect a person who's running again that his minister of interior will decide the model and the government will decide the model for the future of Somalia? So we are actually totally against that. All Somalis, regardless of their political persuasion or the tribal cleavage, I should say, are totally against this unconstitutional action taken by the government of Somalia. It's absolutely amazing and mind-boggling that the special representative of United Nations, Mr. Michael Keating, has not even been in his office for more than 3 weeks, has sided with this unconstitutional decision taken by the government. It shows, amply shows, that Mr. Keating is not fit to actually be an impartial, honest broker for Somali issues. We demand, we not request, demand that he be removed immediately. We need somebody who is not biased against Somali, any special group. It appears to us, those of us in the United States and everywhere, that Mr. Keating cannot fulfill his mandate to be the special representative of Secretary General, Mr. Ban Ki-moon. So we request, and we notify here to the United States government, particularly State Department Secretary Kerry, and also to the European Union, Islamic Conference, Organization for African Unity, that we are not going to accept or acquiesce this unconstitutional decision taken by the government of Somalia. This government has failed. This government cannot do its job. So it's really amazing that the UN is citing unconstitutional activity conducted by the government of Somalia. Once more, we want to actually express our dismay that the international community, after spending $30 million to actually prepare a constitution, that they are scuttling the same constitution they have prepared. It shows the immaturity and, the carelessness of this United Nations. So we demand that Mr. Keating be replaced. Mr. Keating be replaced. We demand that the Istanbul conference, partnership conference, be postponed. We demand the United States and the other countries and the UN, particularly the Security Council members, to actually visit this and select a commission
to investigate and find out the truth about this. On behalf of Somali American Leadership Council and majority of Somalis in the United States, we demand action to be taken immediately at the earliest possible time. Thank you very much.